شهدت مستشفى الشحر العام تدشين برنامج الطبيب الزائر في مجال تخصص العيون، حيث استضافت المستشفى فريق طبي متخصص من مركز رؤية لطب وجراحة العيون، وذلك لمعاينة الحالات المسجلة ضمن برنامج عيادة الطبيب الزائر بالمستشفى. وتقدم هذه العيادة الخيرية التي تم تدشينها صباح الثلاثاء خدمات الكشف المجاني للمرضى وتسجيل الحالات التي تحتاج إلى العمليات الجراحية في المخيمات المجانية القادمة، مع صرف بعض العلاجات والنظارات بأسعار مخفضة. ويأتي تنظيم عيادة الطبيب الزائر في مجال العيون ضمن برنامج الطبيب الزائر بمستشفى الشحر العام، وبتنفيذ من مركز رؤية للطب وجراحة العيون، بتنسيق من مؤسسة الطبيب الزائر حملة نور على نور.